بعد نهاية يوم من العمل وبينما كان سائق التاكسي يركن سيارته في الموقف، فاجأه صراخ وليد. لم يصدق، ولكن شكه انتهى بعد أن فتح الباب الخلفي للسيارة وعاين وجود الرضيع. كان لما اكتشفه وقع الديناميت على أسرته. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. الزبون الأخير. كان محمود الرغوي وهو في الخمسين من العمر قد أمضى أكثر من 20 عاما سائق تاكسي صغير بمدينة فاس. كان رجلا من سكان حي عين قادوس، رجل محترم في الحي، ولم يعرف مساره الحرفي أي مشاكل تذكر. يشهد بذلك خلو سجله لدى شرطة مراقبة سيارات الأجرة من كل شكاية ضده. كثيرا ما كان الرجل وهو أب لطفلين يبدأ العمل بعيد صلاة الصبح، وقد تعود جيرانه من سكان عين قادوس على رؤيته وهو يركن سيارته قرب المسجد، يصلي المغرب ثم يتوجه إلى بيته. الذين يعرفونه عن قرب يعلمون أن الرجل حدد لنفسه هدفا أساسا، أن يعمل كل ما يستطيع من أجل توفير الظروف الملائمة لولديه لمتابعة دراستهما. كان يرى أن ذلك خير استثمار يقوم به. من حيث إيقاعها العام لم تكن الأيام تختلف بالنسبة لمحمود الرغوي، ولكن ذلك 13 من يوليوز من العام 2011 كان يوما مختلفا بكل المعايير والمقاييس. مساء ذلك اليوم قرر أن يواصل العمل حتى حدود منتصف الليل. حرارة الصيف في فاس تجعل الحركة تنتقل إلى ساعات المساء والليل. في حدود 10:30 ليلا كان يمر بحي أطلس يقل زبونا، ثم فجأة في مكان لا الإنارة العمومية به خافتة جدا لوحت له امرأة كانت تحمل في يدها حقيبة. سأل زبونه إن كان لا يمانع في إركاب المرأة، ولما لم يعترض الرجل إذ كان قريبا من وجهته توقف محمود. ركبت المرأة وأدخلت معها إلى المقصورة ما بدا له حقيبة. قالت إنها تريد إلى محطة القطار في دارد بيبغ. بعد نحو 100 متر طلب الزبون من سائق التاكسي أن ينزله، دفع له أجرته، ثم انطلقت السيارة في اتجاه محطة القطار. لاحظ محمود وهو يقترب من المحطة ازدحاما، تقدم ببطء، ثم لما كان بمحاذاة باب المحطة دفعت له المرأة أجرته ونزلت مسرعة ثم ذابت في الزحام. كانت الساعة تقترب من 11 ليلا. فكر محمود في العودة إلى البيت، ولما كان يركن سيارته في الموقف عند الحارس الليلي سمع صراخ طفل يأتي من الكرسي الخلفي للسيارة. نزل وفتح الباب الخلفي على الأرضية ورأى كرسي السائق، اكتشف تلك الحقيبة التي لمحها بيد المرأة لما استوقفته في حي أطلس. كان في الحقيبة رضيع. لما نظر إليه قدر أن يكون ولد في يومه ذاك وعلى أبعد تقدير قبل يومين. وقف محمود حائرا، ما الذي سيفعله؟ هل سيتوجه بالرضيع إلى مركز الشرطة؟ إذا فعل فقد يمضي ما بقي من الليل وحتى الصباح بين سين وجيم. هل يحمله إلى دار الأطفال المتخلى عنهم؟ رأى أنه إذا فعل فسيكون عليه أن يدلي بهويته، وسوف لن يختلف الأمر عما إذا حمل الرضيع إلى مركز الشرطة. لم يبق أمام الرجل سوى حل وحيد، أن يحمله معه إلى البيت، فربما عادت المرأة لتبحث عنه
كان ينوي أن يتدارس مع زوجته إمكانية اتخاذه ولدا. لما وصل إلى البيت عاينت زوجته المولود، ثم بعد أن كشفت عنها تبين لها أنها أنثى. لما قالت لمحمود إنها أنثى لم يخف الرجل فرحته، اقترح تبنيها وذكر زوجته التي لم ترزق سوى ذكرين بأمنيتها في أن تكون لها بنت. كان يتوقع أن امرأته ستفرح بالعرض، ولكنها اشتعلت غضبا فجأة، راحت تتهمه بما لم يكن يخطر له على بال. قالت وهي تصرخ في وجهه إن الطفلة له وولدت له من عشيقة. كان صراخها ممزوجا بشتائم شتى. في تلك الليلة لم يذق طعم النوم، ظلت تنتحب وتشتم. ثم رفع آذان صلاة الصبح في المسجد المجاور. نهض محمود من متكئه، توضأ وخرج إلى المسجد، دعا الله أن يفرج كربته وأن يظهر براءته مما تتهمه به امرأته. كان يدعو الله أن تعود تلك المرأة التي تخلت عن رضيعها ومضت إلى حيث لا يعلم، وأن يجدها في مكتب التاكسيات، أو أن يلين الله قلب زوجته فتقبل بتبني تلك الرضيعة التي لا يجب أن تدفع ثمن جريرة لم تقترفها. عاد من المسجد بعد صلاة الصبح، كانت زوجته منتصبة في الصالون وقد عادت تستنطقه استنطاقا عسيرا حول من هي أم الرضيعة، تلك التي خلا قلبها من الرحمة ومن الأمومة فتركت فلذة كبدها واختفت. بدا لمحمود أن يقترح على زوجته حلا، ظن أنه سيخرسها وسيكف عنه اتهاماتها. اقترح عليها أن يعمد إلى تحليل مخبري لعينة من دمه وعينة من دم الرضيعة حتى يثبت لها أنها ليست له. في الحقيقة فاجأه أن زوجته وافقت وقالت له أن يمضي على الفور إلى المختبر. لم يكن لديه مجال للتراجع أو التسويف. حمل الرضيعة وجاءت زوجته تتبعه إلى موقف السيارات. ركبت في الكرسي الخلفي حتى تؤكد له أنها ما زالت غاضبة. وضع الرضيعة على الأرضية في المكان المجاور للسائق. بعد دقائق كانوا في طليعة زبناء المختبر. أخذت عينة الدم، ولكنهما أخبر أن نتائج التحليل لن تعرف إلا بعد 3 أيام. كان محمود موقنا تماما أن نتائج التحليلات المخبرية ستثبت براءته، ولذلك وهما في طريق العودة إلى البيت طلب من زوجته أن تكف عن كل حديث في شأن الرضيعة وأن تتولى إطعامها لوجه الله. كان نوعا من وقف إطلاق النار تمكن محمود من إحرازه. يومها قرر أن ينام ما بقي من الصباح وأن لا يعمل إلا بعد صلاة الظهر. لما استيقظ وصلى الظهر ركب سيارته ومضى إلى مكتب التاكسيات للتسجيل. وبينما هو متوجه إلى المكتب لمح امرأة تراقبه، بدت له تشبه تلك التي تركت الرضيعة في سيارته، ولكنه لم يجرؤ على الحديث إليها. ولما أتم إجراءات التسجيل غادر. في اليوم التالي رأى المرأة ذاتها تراقبه بينما كان يركن سيارته أمام مسجد التجمعة. دخل المسجد لصلاة العصر، ولما خرج وبينما كان يهم بامتطاء سيارته اقتربت منه المرأة الشابة. ركبت، ولما تحركت السيارة طلبت منه أن يأخذها إلى حيث توجد مولودتها، تلك التي خلفتها في سيارته قبل يومين. نظر في المرآة، كانت المرأة تبدو محرجة، احمرت وجنتاها وبدأت تدمع مقلتاها. بعد مسافة توقف محمود في ظل شجرة على جانب الطريق، استدار إليها، وبعد لحظات أمعن خلالها إليها النظر، قال لها أن تحكي له قصتها. ما حدث لها حدث لشابات كثيرات قبلها، وقد يحدث لأخريات. تعرفت إلى شاب وتعلقت به وبدا هو أيضا متعلقا بها، ثم في يوم من الأيام استسلمت له. ولما أيقنت أنها حامل رجته أن يعجل بتسوية الوضع وأن يعقد قرانه عليها، ولكنه رفض، كانت الفتاة تخشى الفضيحة.
توجهت إلى صفرو حيث آوتها إحدى قريباتها إلى أن وضعت حملها. قالت له إنها وضعت يوما قبل أن تتخلى عن وليدتها في سيارته. كانت تريد أن تغادر بعيدا عن فاس وعن كل الوجوه التي تعرفها. كان محمود يصغي إليها في صمت. كان يعلم أن نتيجة التحليلات المخبرية ستظهر في الغد، ولذلك لم يكن يرغب في تسليم الرضيعة إلى أمها قبل أن يثبت لزوجته أنه بريء. طلب من المرأة الشابة وقد علم أن اسمها فريدة أن تعود إليه بعد 3 أيام، طمأنها بأن الرضيعة في بيته وأنها تحظى بالعناية اللازمة. رفضت فريدة أن تدله على مكان إقامتها وسلمته رقم هاتفها وتواعد على اللقاء بعد 3 أيام. في الغد توجه محمود إلى مركز التحليلات الطبية. أبلغ بأن الرضيعة ليست من صلبه. كان الصيدلي قد علم بقصته، وحتى يؤكد له أن نتائج التحليلات جازمة قاطعة أضاف له بأنه في كل الأحوال لا يمكن أن ينجب لأنه عقيم. لم يستوعب محمود ما قاله الصيدلي. هل يعقل أن يكون عقيما وله ولدان؟ أحس بدوار وصداع شديد، ثم وقع على الأرض مغشيا عليه. لما أفاق أكد له الصيدلي أنه موقن من صحة نتيجة التحليل. اقترح عليه تحليلا مضادا. مساء ذلك اليوم كانت النتيجة تؤكد أنه عقيم. اقتنع محمود بأن وراء الأمر خيانة، وأن زوجته تتخذ خليلا، وأنها حملت منه ونسبت إليه الولدين. في تلك الليلة سيناريوهات كثيرة دارت في ذهنه. فكر أولا في قتلها وقتل الولدين ثم الانتحار، ولكنه تراجع. استقر رأيه في الأخير على أن يختفي فجأة وأن لا يترك دليلا يقود إليه. اتصل بفريدة وحدد لها موعدا للقاء في مقهى معروف. لم تكن المرأة التائهة الحائرة تتوقع أن يخطبها ويعرض عليها اتخاذ رضيعتها ابنة له. لم يكن يريد النبش في من يكون عشيق زوجته الخائنة. كان يريد الرحيل. بعد يومين وبينما كانت زوجته في السوق، جمع أغراضه ووثائقه وحمل الرضيعة وترك رسالة للزوجة الخائنة ونسخة من نتائج التحليلات واختفى. توجه إلى منزل أسرة فريدة حيث أتم إجراءات الزواج واتخذ الرضيعة بنتا له. بعد 8 أشهر وكان قد استقر في قرية بالقرب من القصر الصغير، تم استدعاؤه إلى مقر الدرك. كانت زوجته تبحث عنه. رد بأنه يرفض رفضا باتا أن تعلم بمقر سكنه، وبذلك أغلق ملف مذكرة البحث بالإشارة إلى أن المعني بالأمر يرفض كشف عنوانه ومكان وجوده. ملفات بوليسية.